أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قطعت قوات النظام السوري خط الإمداد الرئيس لتنظيم داعش في مدينة دير الزور بعد السيطرة على حي الجفرة. وكان النظام السوري أعلن في وقت سابق أن قواته انتزعت السيطرة على ضاحية الجفرة في مدينة دير الزور شرقي سوريا لتضيق بذلك الخناق على مقاتلي التنظيم. شهدت مدن وبلدات ريف دير الزور حركة نزوح هي الأكبر إلى مخيمات عين عيسى في ريف الرقة الشمالي هربا من جحيم المعارك الدائرة بين تنظيم داعش من جهة وروسيا ونظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية من جهات أخرى. وقال ناشطون من ريف دير الزور إن قرابة 5000 عائلة وصلت لمخيمات عين عيسى قادمة من دير الزور وسط أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز إن الاستفتاء الذي يعتزم إقليم كردستان العراق تنظيمه يوم 25 سبتمبر بشأن الانفصال عن العراق سيصرف الانتباه عن الحاجة لهزيمة تنظيم داعش وإعادة بناء المناطق المستردة. ودعا غوتيريز كل زعماء في العراق إلى التطرق إلى هذه المسألة بصبر وبضبط نفس. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تجاوز عدد الإصابات بوباء الكوليرا المتفشي في اليمن إلى أكثر من 680 ألف حالة منذ 27 أبريل نيسان الماضي. وأضافت المنظمة أنه تم تسجيل 2086 حالة وفاة مرتبطة بالمرض خلال الفترة نفسها من دون ذكر المزيد من المعلومات حول تفشي الوباء. قالت السلطات الرومانية إن عاصفة قوية اجتاحت غرب البلاد مما أدى إلى قتل 5 أشخاص وإصابة العشرات فضلا عن خسائر مادية كبيرة تمثلت في اقتلاع أشجار وأسطح للمنازل وسقوط إشارات مرور. وأدت الرياح إلى إغلاق طرق الرئيسة كما تسببت بانقطاع الكهرباء في مدينة تيمسوارا غربي البلاد وتوقفت حركة السكك الحديدية هناك. حقق نادي ريال مدريد الإسباني فوزا ثمينا على مضيفه ريال سوسيداد بثلاثية مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما الأحد ضمن المرحلة الرابعة من البطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وارتفع بذلك رصيد الريال حامل اللقب إلى 8 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطة خلف سوسيداد صاحب المركز الثالث الذي تكبد خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم. إلى اللقاء.